كان يوجد في قريتنا رجل صالح، فلما مات قام أهله بدفنه في المسجد الصغير الذي نؤدي به الصلاة، والذي بناه هذا الرجل في حياته، ورفعوا القبر عن الأرض ما يقارب مترا وربما أكثر. ثم بعد عدة سنوات قام ابنه الكبير بهدم هذا المسجد الصغير وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول، وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسجد. فما الحكم في هذا العمل وفي الصلاة في المسجد؟ بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد هذا أمر يحرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا من رواسب الجاهلية. قد كان النصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على مسجدي على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على القبور، لأن هذا يفضي إلى جعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل، كما هو الواقع المشاهد اليوم. فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على أشدها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك، وأن يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع، وأن يزيلوا هذه البنايات الشركية، وأن يجعلوا المقابر متحدة عن المساجد. المساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمقابر تكون لأموات المسلمين، تكون متحدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. أما أن يدفن الميت في المسجد أو يقام المسجد على القبر بعد دفنه، فهذا مخالف لدين الإسلام، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك. الحاصل أنه يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من المسلمين، يجب عليهم إزالة هذا المنكر الشنيع. هذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بناء المسجد واستعماله مسجدا ثم دفن فيه هذا الميت، الواجب أن ينبش هذا الميت وينقل ويدفن في المقابر، ويطهر المسجد من هذا القبر، ويفرغ للصلاة والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. نعم. وقبل إزالة هذه الجثة، وقبل إزالة هذا القبر من المسجد، لا تجوز الصلاة فيه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي اتخاذها مصليات، ولو كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يقصد الله عز وجل بصلاته، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم. وكذلك رفعه عن الأرض، كذلك رفع القبر، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر، نعم، ويكون مسنما حتى يعرف أنه قبر، ولا يرفع أزيد من ذلك، ولا يبنى عليه، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير، إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر من مثلا الامتهان. نعم. أما أن يبنى عليه بناء مرتفعا أو أن يقام عليه مسجدا، فهذا كله من عوائد الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام. إن دين الإسلام قائم على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وسد الطرق المفضية إلى الشرك، هذا هو دين الإسلام الحق. نعم. بارك الله فيكم.